السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، والله وحشني كتير كتير كتير. طبعا يا شباب انا النهارده جمعت 15 لعيب، نزلت ستوري على الانستجرام وعلى الفيسبوك وقلت انا عاوز 15 لعيب واعمل تحدي قوي جدا. الكرة الصغيرة دي والكرة الكبيرة والكرة الأكبر، اللي هيجيب 3 كور أو كورتين في العارضة هياخد ايفون. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. لاستي جو. طبعا احنا ظبطنا الكور دلوقتي يا شباب، واللي هيشوط 3 كور على العارضه وجابهم هياخد الايفون. يلا بينا. التحدي صعب. التحدي صعب جدا. التحدي جامد قوي. التحدي عجبنا قوي. التحدي جامد قوي. التحدي حلو. انا اللي هكسب. لا انا اللي هكسب واخد الايفون. التحدي صعب قوي يا جدعان. انا اللي هكسب التحدي ده. التحدي صعب قوي. انا لازم اكسب التحدي ده. التحدي ده جامد قوي، انا لازم اكسب الايفون. لازم اكسب الايفون. لا انا اللي هكسب الايفون. زي ما انتم شايفين دلوقتي يا شباب، ال 15 لعيب اللي انا مجمعهم عندهم حماس جامد جدا وعايزين يكسبوا التحدي، والتحدي صعب جدا على الايفون. بس انا اللي عاجبني يا شباب اللي هم متحمسين جدا وعندهم حماس اللي هم يكسبوا الايفون. يلا دلوقتي يا شباب بدانا التحدي، واختار واحد هيشوط الثلاث كور دول. تعالى. اسمك ايه؟ يوسف طبعا يا شباب دلوقتي معانا يوسف، والله العظيم مهاري ولعيب، ويا رب لو حد يتفرج على الفيديو. انا معايا ناس بتظهر معانا لعيبه جدا. انا حزين قوي والله يا يوسف. بص مش نصيبك الا. طيب احنا هنختار واحد تاني يا شباب. حظه بقى، لو جاب الثلاث كور في العارضة هيكسب ايفون. بجد الكلام مش بهزر. يلا نختار واحد. تعالى. اسمك ايه؟ احمد. احمد سيب الثلاث كور دول على العارضة. الكور دول على العارضة تكسب ايفون. ما تحطهمش. هتقعد جنب مين؟ جنب يوسف. يلا. بره. يلا الثانية. ازرق. ومعانا تاني واحد يا جماعة. يعني انت لابس الاسطورة كريستيانو. للأسف بقى انت ما كسبتش. بردك يا جماعة احنا معانا لعيبة. هنعوض. هنعوض وخلاص التحدي. طب يوسف يلا. ايه ده انت بتعمل ايه تحت الشمال؟ ما احنا خسرنا. طبعا انا مش عارف اقول لهم ايه الصراحة يا شباب، يعني خلينا نكمل التحدي مع بعض يا جماعة ونختار شخص تاني. تعالى. لا انت مش اسمك مؤمن، ده انت مشهور على التيك توك. ده ربع المرجة يا شباب. ان شاء الله اتمنى ان انت تكسب الايفون. جاهز؟ يلا. يلا. لا المرجة عاد. انا عاوزك يا جماعه بجد يعني تكتبوا له كومنت كويس حلو كده عشان هو من ربع المرج لعيب جدا والله. حصل اهو جنب اخواتك. طبعا يا شباب زي ما انتم ما شفتوا دلوقتي ربع المرج خسر، بس انا عجبتني الشوطه بتاعته وريتي قيموها 10 من 10. وخلينا نكمل التحدي ونختار شخص رابع. تعالى اسمك ايه؟ لابس فانيله مين؟ ميسي؟ يعني انت اللي هتكسب التحدي ده؟ طب ورينا هتكسب التحدي ازاي؟ 3 كور على العرض. يلا وريني. عليك يا فهد. طبعا فهد لابس ميسي وكان عاوز يعمل معايا فيديو، فدخلته معانا في الفيديو. ويا ريت برضك تقيموه يا شباب. وخلينا نختار شخص خامس.
يلا التحدي انت عارف على اسمك ايه؟ زياد. تحب مين يا زياد في التحدي؟ كريستيانو. يلا لو كسب هتعمل لنا حركه كريستيانو وحلال عليك الايفون. حلوه يا يوسف. جاب كره واحده في العرض يا شباب. انا اقول له عرض لك المفروض كان جاب كورتين او هنخلينا بردك هو معانا في التحدي لسه هيقعد بردك. هو جاب كره واحده في العرض. لو مفيش حد خالص جاب كور في العرضه يبقى يوسف هو اللي كسب. طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب الشباب اللي خسران اهي. وخلينا نكمل التحدي ونختار شخص سادس. تعالى طبعا زي ما انتم شفتوا يا جماعه سيف شاد ثلاث كور ومش من حظه الايفون. هو جنب اخواته برضه. محمد انت جبت كرة في العرضة بس من تحت مش من فوق. هو جنب اخواتك. تعالى برازيل. اسمك ايه؟ حسن. بص يا حسن طبعا انت عارف تحدي على ايه؟ على ايفون. اللي هجيب ثلاث كور هيكسب ايفون. انا عاوز اعرف بقى انت يا حسن بتحب مين في البرازيل؟ نيمار. يلا طبعا يا شباب زي ما انتم شايفين المغرب بيأذن. الله اكبر الله اعظم. هنروح نصلي المغرب ونيجي. يلا طبعا احنا لسه جايين. شوت. يلا يا حسن. يلا يا حسن قاش قاش يا حسن. يلا اتكلم. يا حسن انت بتقول لي يا حسن انت بتحب نيمار بس جد عليك هو جنب اخواتك. طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب دلوقتي التحدي بعض اللعيبه خسرت وهنا دول اللي فاضيين 2 4 6 7. طبعا زي ما انتم شفتوا اصحابكم خسروا ففي امل في حد ناوي يكسب الايفون. انت عايز تكسب الايفون؟ تعال. اسمك ايه؟ مازن. طبعا ثلاث كور يا مازن زي ما انت عارف على العارضه لو جبتهم تاخد الايفون. انت بتحب تشجع مين؟ باري. فرنسا ولا باريس؟ عاش. اعلى اعلى شويه. حلو 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 حلو. لا انا عايزك تتفرج على مبابي كويس جدا. بص للكاميرا وقول له انا عايز اتفرج على مبابي كويس. تمام عشان تعرف تجيب ايه الكور في العارضه وتكسب الايفون. اقعد جنب اخواتك بسرعه. طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب دلوقتي التحدي مستمر والمتبقي سته واتمنى ان حد فيكم يكسب. تعال. الكور دول جبت ثلاث كور هتاخد ايفون. هتكسب ايفون طبعا. يا دور عاش عاش يا عمرو. يلا عاش يا عمرو. نهى الموضوع يا شباب كله يقوم تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا وكله يفرح مع عمرو كله يفرح مع عمرو. تحب مين؟ مبابي. مبابي؟ تحب مبابي بجد؟ اه. ولا انت عشان لا لا بجد؟ طب يا جماعه بالله عليكم بالله عليكم انا عاوزكم تقولوا كلمه لعمرو
وحلال عليه الايفون. بجد مش بهزار يا جماعه، ايفون. يا ايفون ده بجد مش بهزار. مبروك عليك يا عمرو، ونفرح مع عمرو كلنا. الف مبروك يا عمرو، الف الف مبروك. يلا بقى افرحوا مع عمرو. طبعا يا شباب زي ما انتم ما شفتوا اللي كسب معانا النهارده عمرو، ومعانا ثلاثه ما شاتوش يا جماعه. اتمنى لو حد عاوز يعمل معانا فيديو يكلمنا على الانستجرام ويبعت لنا، هنجيبه يكمل فيديو معاهم الجزء الثاني.